انت تستطيع، انت تستطيع، يرحم والديك يا ابو عاد. انت تستطيع اذا ما راح عليك. حك الشنب. اتكلم ولا لا؟ لا تتكلم اخ، اشيلها على طول منك. بس تعطي الصوت التشغيله ولا التشغيله والصوت كله بكيفك. يا اخوي كانك حجر. يلا ياكل ذا، ترى الوقت يمضي. دباب. هذه سيارة ولا لا؟ هذا صوت سيارة. ايه دباب؟ لا صوت سيارة يا سلطان. بس وش السيارة؟ خلنا نشوف. ايوه طيب قلد مرة ثانية. ها؟ خلني قلد مرة ثانية. ايه بس ترك. قلنا سيارة، قلنا سيارة. ايه سوى بعد لا فشتها يعني فشتها. اشتراك سيارة. ايه سلطان. نعم. شوفها يعني نبغى نوع السيارة اللي شغل هذه. وش نوع السيارة؟ وش هو؟ طيب ما ادري والله. شوف شوف لاحظ ترى شخصية بنت البكار على قولتهم لها دلالة يعني. ايه كيف يعني؟ سيارة قديمة يعني مثلا؟ فيها دبة ولا بدون دبة؟ يا سلطان ما تخشش يا عمو كذي. وشو ترى ما فيها شنطة؟ ما فيها شنطة السيارة ذي. غش غش. ونيت ونيت. طيب وشو اصلا؟ وش نوعها؟ وش نوعها؟ ما ادري لكس ولا يعني. وشي وشي وش قلت؟ وش قلت يا سلطان؟ اقول هلكس ولا ولا غمارة. وش وش غير الهلوكس؟ انتهى الوقت. لا لا باقي باقي كنترول. باقي ساعتين. يا سلطان شو غير الهلوكس؟ اخوه مره نفسه نفسه نفسه. الديدسون صح. الديدسون. يا سلام. ياخذ ياخذ راكب صقر. يا سلام عليك يا صقر. الحقيقة اليوم تن الأمور بدأت تزين مع صقر. تنها بدأت تزين مع صقر. سلطان أنت اليوم كنت سبب في خدمة هالحبيب هذا مسكين والله أخي. كل اليوم هو غير يصايح يصايح يبي له راكب. يا شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.